مرحبا، أنا عمر ملا من غرفة أخبار إيتي جلوب فارنا بلغاريا. أعلن الأسبوع الماضي عن جائزة الآغا خان للعمارة في بنغلاديش، وكانت من نصيب مسجد بيت أور رؤوف في مدينة دكا. المسجد من تصميم المهندسة المعمارية مارينا تبسم، وتمنح الجائزة كل 3 سنوات للمشاريع الموجهة اجتماعيا. وأصبح من الواضح أنه من خلال المشاريع التي تختار أنها تستهدف المجتمعات الإسلامية من حيث الإقناع وتعزيز التسامح والانفتاح. مسجد بيت أور رؤوف هو مثال على ذلك، يقع في العاصمة دكة، وعدد سكانها 17 مليون نسمة، تتكون من 90% من المسلمين. بني المسجد على أرض ورثتها تبسم، المبنى يحتوي على مساحة 700 متر مربع، وشيد ما بين أيلول سبتمبر 2007 وتموز يوليو 2012. تكلفة المبنى 150 ألف دولار أمريكي، ومولة من قبل المهندسة المعمارية وعائلتها، وجزء عن طريق التبرعات الخارجية. المبنى مدعوم بالطوب ومثقب في بعض الأماكن، مع مسافة تركت بين الطوب من أجل توفير التهوية الطبيعية. قاعة الصلاة مكعبة داخل أسطوانة كبيرة مع فتحة في الجدار عمودية الشكل للدلالة على اتجاه القبلة. وتوضح تبسم أن التصميم تم اختياره لجعل الزوار يشعرون كما لو أنهم سيدخلون في المتاهة، وبالتالي يساعدهم على إلقاء المشاكل اليومية في الوقت الذي يصلون فيه. أما من الخارج فهو بناء بسيط جداً. شكرا للمتابعة. للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا eatglobe.qa. إلى اللقاء.